بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم أعزائي طلاب وطالبات مجددا في شروحات مقرر صناعة القرار في الأعمال إثنان اليوم بإذن الله سنتحدث عن التواصل في مكان العمل في الدرس السابق تحدثنا عن قنوات الاتصال ذكرنا بشكل عام الاتصال وذكرنا هنالك العديد من القنوات التي بامكاننا التواصل فيها. ذكرنا بامكاننا التواصل وجها لوجه كما يظهر لديك في الصوره ايضا التواصل عبر الهاتف وذكرنا ايضا الرسائل الالكترونيه وهي اصبحت الان هي قناه مهمه في الاتصال كالبريد الالكتروني، تويتر، الرسائل الفورية والمدونات كلها من الرسائل الالكترونية. أيضاً لدينا الرسائل الكتابية والمذكرات وأخيراً التقارير والنشرات. ذكرنا هنالك ثراء عالي وثراء متدني، ماذا نقصد بالثراء العالي والثراء المتدني؟ ذكرنا هو مقدار المعلومات. ثراء القناة بتوصيل المعلومة أو مثلاً بقلة المعلومة. ذكرنا إيجابيات لكل قناة. فذكرنا من المزايا للتواصل وجها لوجه والتواصل عبر الهاتف قد يكون المزايا انه شخصي وثنائي الاتجاه، هنالك اخذ وعطاء في القناه وايضا تغذيه راجعه سريعه، بمعنى تسمع اذا كان عبر الهاتف المتحدث او المستمع يسمع المتحدث كذلك يستطيع التعبير وايضا التواصل وجها لوجه سيكون الحديث مباشره وبالتالي التغذيه الراجعه ستكون مباشره. في مزايا الرسائل والمذكرات والتقارير والنشرات ذكرنا امكانيه الاحتفاظ بسجل دائم وبالتأكيد سيكون سهل للنشر ويكون مخطط أما العيوب ذكرنا في التواصل لوجه لوجه صعب الاحتفاظ بالسجلات لأن الحديث شفهي أيضا عفوي وصعب النشر قد يكون هنالك صعب للنشر لكثرة النقاش والحديث وقد نخرج من الموضوع ونعود إلى الموضوع وبالتالي صعب يكون هذا للنشر العيوب انه في الرسائل الالكترون في عفوا في الرسائل المذكرات والتقارير والنشرات انها غير شخصيه هي جامده تقرير يقراه المتلقي ومن ثم لا يكون هنالك تغذيه راجعه سريعه وانما قد تكون بطيئه وهو احاد الاتجاه اذا اراد شخص التواصل لابد ان يعد تقرير اخر او مذكره ويرسلها للشخص المعد التقرير مقارنه بالرسائل والتقارير او في الاتصال وجه لوجه سيكون التواصل فوري ذكرنا اختيار القناة يتم وفق خصائص ومعايير أولا قدرة المرسل والمستمع على التعامل مع العديد من المعلومات في نفس الوقت تختلف القدرة وتختلف أيضا الحاجة إلى التفاعل بشكل مباشر أو نحتاج إلى التفاعل يكون بعد فترة وبالتالي هذا من الخصائص لاختيار القناة كذلك الحاجة إلى تقديم تعليقات وملاحظات سريعة وحادية أو ثنائية الاتجاه أو الحاجة للتفكير في الرد إذن بناء على هذا الامر بناء اذا كان هنالك بحث عن تعليق سريع وبالتالي قد نستخدم وجها لوجه، اذا كان كنا نحتاج وقت للتفكير قد نستخدم التقارير، وبالتالي بناء على ذلك سيتم اختيار القناه، ايضا من الشروط القدرة على تكوين علاقة شخصية والتركيز على التواصل دائما في المنظمات يبحثون عن القناة التي تسعى لتكوين علاقة شخصية ما بين الموظفين وتساعد في تطوير هذه العلاقة بما يخدم بالتأكيد الاتصال كما ذكرنا ترى القناه هو مقدار المعلومات التي يمكن للقناه بثها او ايصالها في حلقه التواصل. اليوم نستكمل في التواصل ولكن في مكان العمل. قد يكون التواصل عام وقد يكون التواصل في مكان عمل اذا بشكل رسمي او بشكل نظامي. دعونا نفصل في هذا الدرس. يعد التواصل امرا في غايه الاهميه وحاجه ضروريه للموظفين على مستوى المنظمه ككل. وعليه فانه يتعين على الموظفين في اماكن العمل اتقان عناصر التواصل الثلاثه التاليه: استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتحسين التواصل الداخلي والخارجي، استخدام قنوات التواصل غير الرسميه والشخصيه وانشاء قنوات تواصل رسميه. اذا كما تعلم عزيزي الطالب ان العمل كمجموعه او العمل في المنظمه لابد ان يتم بين اشخاص كثر وبالتالي نحتاج الى التواصل فيما بينهم، وتذكر ايضا ذكرنا قد يكون التواصل مركزي وقد يكون لا مركزي وبالتالي الموظف لابد ان يعرف ما هي القنوات المتاحه له للتواصل مع زميله او مع المسؤول او مع مثلا مجلس الاداره وغيرها او حتى مع العملاء او الجهات الاخرى في الخارج. لذلك لابد في مكان العمل ان يكون التواصل بصفه رسميه لكي تاخذ الامور مجراها ولا يتحمل الموظف مثلا تبعات التواصل غير الرسمي اذا اذا مثلا دعا الامر الى ما تتحمل مسؤولية كذلك لابد للموظف ان يستخدم وسائل التواصل، نحن الان انتقلنا الى مراحل جديده متقدمه في التواصل، في وسائل التواصل الاجتماعي، لابد للموظف ان يعرف كيف يعكس الصوره الايجابيه عن المنظمه سواء في العملاء في الخارج او داخل المنظمه بين الموظفين والتطبيقات او تطبيقات التواصل التي تخدم العلاقات المهنيه كما ذكرنا واشرنا الى ذلك. استخدام قنوات التواصل غير الرسميه والشخصيه، نحن ذكرنا ايضا قد يكون هنالك علاقات غير رسميه بين الموظفين، قد نجد مثلا شخص في قسم التسويق مثلا وشخص او مسؤول في قسم الم... مثلا المبيعات، نجد يتواصلون فيما بينهم مع الرغم او بالرغم ان الهيكل التنظيمي لا يوجد او في الهيكل لا يوجد علاقه بينهم في المستويات الاداريه ولكن بصفه شخصيه بدرجه اهتمام او بصفات مشتركه لذلك اصبح هنالك التواصل وبالتالي لا بد من استخدام هذه القنوات في مصلحه العمل واذا تعارضت الشخصيه مع العمل بالتاكيد سينشا صراع او مشاكل كما ذكرنا في الوحده السابقه ايضا انشاء قنوات تواصل رسميه، لابد للمنظمه ان يكون هنالك قنوات اتصال رسميه يلجا اليها الموظف اذا احتاج الى معلومه او احتاج الى ايصال معلومه او مثلا تعبير عن مشكله او راي وغيره. نبدا في وسائل التواصل الاجتماعي او ما يسمى بالسوشيال ميديا. تشمل وسائل التواصل الاجتماعي مجموعه واسعه من التطبيقات بما في ذلك الويكي والمدونات والمدونات الصغيرة مثل تويتر وإنستغرام ومجموعات محتوى مثل اليوتيوب وغيره من مواقع الشبكات الاجتماعية كذلك لدينا فيسبوك ولينكدين وعوالم الاتصال الاجتماعي افتراضي كثيرة وكل فترة سيظهر لدينا تطبيق آخر وتتطور هذه التطبيقات بمزايا جديدة لذلك الموظف لابد أن يكون على اطلاع بهذه التطبيقات و توظيفها في العمل لذلك نشاهد كثير من منظمات الأعمال الآن لها تواجد كبير على منصات التواصل وتخدم العملاء لما فيها من مزايا كثيرة وبالتالي لا بد للموظف أن يعرف كيف يستخدمها ويعكس الصورة الإيجابية للمنظمة وسائل التواصل لو عرفناها هي مجموعة من التطبيقات القائمة على الإنترنت والتي تتيح صناعة وتبادل المحتوى الذي ينشئه المستخدم المستخدم نحن ذكرنا في أو ستدرسون في مقدمة في الأعمال فوائد أو أهمية التواصل الاجتماعي في التسويق للمنظمة أو أداه للإقناع في المنظمة ذلك نشاهد كثير من المنظمات تهتم وتعين موظفين أصبح هنالك مدير للمحتوى حتى لو المنظمة ليس علاقة في الإعلام وغيره وإنما أصبح هنالك مدير للمحتوى على منصة التواصل يسوق للمنظمة يقدم معلومات يرد على استفسارات العملاء وكذلك الجهات الأخرى وبالتالي أصبح هنالك اهتمام لما لا أثر سريع ورد فوري لي وأيضا استجابة فورية للعملاء لذلك مهم جدا أيضا الموظف بشكل عام أن يكون لديه اطلاع على منصات التواصل الاجتماعي تبنت المنظمات استخدام وسائل الاجتماعي بشكل كبير كوسيلة تواصل مع وتعزيز تعاون الموظفين وتستخدم منظمات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أساسي للأهداف التالية هناك العديد من الأهداف لوسائل التواصل إما التواصل مع العملاء أو التواصل مع الموظفين نحن نشاهد كثيرا في التواصل مع العملاء خدمة العميل، الرد عليه، كذلك الموظفين فيما بينهم ينشؤون مثلا جروبات وغيرها وارسال الوثائق والمستندات وايضا انجاز العمل وقد يتلقون اوامر عبر هذه المنصات، كل ذلك ساهم في سرعة العمل وانجاز العمل. دعونا نفصل في التواصل مع العملاء او ما يسمى بالكاستمرز. تسمح وسائل التواصل الاجتماعي بالتواصل المباشر مع الاخرين مما يتيح للمنظمات سواء كانت صغيرة أو كبيرة الاستماع إلى ما يطلبه العملاء بالضبط، كما ويتيح استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أيضا إيصال أخبار المنظمات بسرعة وفاعلية. إذا المنظمة أو جميع المنظمات منظمة صغيرة كبيرة تسعى إلى أن تصل للعميل وتسمع صوت العميل ما الذي يريده بالضبط؟ سواء فيما يتعلق في المنتج، في الخدمة، جودة المنتج، جودة الخدمة. في السابق كانت المنظمة تبذل أو تدفع الملايين لكي تحصل على استفتاءات وتقييمات عن العملاء أما الآن بمجرد البحث في منصات التواصل الاجتماعي ومراقبة الانترنت وحينما يكتب الموظف اسم الشركة واسم منظمة سيعرف ما الذي يفضله المستهلك ما الذي يعجب المستهلك ما الذي أيضا لا يعجب المستهلك في هذا المنتج وبالتالي أيضاً تسهم في إيصال أخبار المنظمة بسرعة وفعالية إذا أطلقنا منتج، إذا طورنا منتج، إذا أردنا التواصل مع العملاء. وبالتالي أصبح لها تأثير كبير في إقناع العميل والتسويق للمنتجات. التفاعل مع الموظفين كذلك يتيح استخدام وسائل التواصل الاجتماعي تواصل الأفراد بسهولة مع بعضهم البعض عبر الحدود التنظيمية الجغرافية بناءً على العلاقات المهنية أو الاهتمامات المشتركة أو مشكلات أو معايير أخرى بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الموظفين ويمنح التفاعل من خلال مواقع العامه وشبكات المنظمات الموظفين فرصا للمشاركه في مجتمعات على الانترنت، مشاركه المعلومات، الصور، وكذلك الامور المهنيه، وتوليد جميع انواع الافكار والاراء، وايضا مشاركتها مع الزملاء، لذلك اصبحت اليوم وسائل التواصل الاجتماعي اداه فعاله للتفاعل بين الموظفين في عديد من المنظمات. كثير من المنظمات تنشئ عبر الواتس او التطبيقات الاخرى المشابهه او جميع التطبيقات قد تنشئ جروبات للموظفين مجموعات لمهمه معينه او قد يكون او مجموعه دائمه للتواصل وارسال الخطابات والتعاميم والتعليمات وبالتالي اصبح هنالك فائده كبيره حتى لو كان الموظف خارج المنظمه او مثلا لديه زياره خارجيه او يعمل مثلا في الميدان وليس له وجود في المكاتب سيكون التواصل واجتماعاتنا عبر وسائل التواصل كذلك ذكرنا قد يكون هنالك اجتماعات وفي عبر ايضا التقنيه عبر وسائل التواصل وبالتالي سهلت العمل اصبح الموظفين سريعين في التواصل بينهم يستطيعون تبادل الملفات الصور ومشاركتها كذلك ايضا تسهم في ايجاد افكار نحن ذكرنا العصف الذهني في المقرر السابق وذكرنا كيف نستخدمه بالتاكيد عبر وسائل التواصل نستطيع انتاج العديد من الافكار حتى لو كان موظف خارج اوقات العمل او خارج مقر العمل. قنوات التواصل الشخصيه والشبكات، نحن انتهينا من وسائل التواصل ننتقل الى قنوات التواصل الشخصيه والشبكات. تتضمن المنظمه قنوات التواصل الشخصيه او ما يسمى بيرسونال شانل وقنوات التواصل الرسمية لكن الاولى او الاولى قد تتخطى مسؤوليات او مستويات التنظيميه في الواقع. يمكن ان تتقاطع هذه القنوات الشخصيه عبر سلاسل اوامر عموديه للربط بين ما بين جميع الافراد تقريبا في المنظمه. قنوات التواصل الشخصيه ماذا نقصد بها؟ هي القنوات الموجوده خارج القنوات التنظيميه الرسميه وتتيح لافراد مشاركه المعلومات وانجاز المهام. اذا في كل منظمة هنالك قنوات رسمية مثلا إيميل يتم إرسال عبره لجميع الموظفين هنالك مثلا خطابات هنالك أمور أخرى ولكن قد ينشأ أيضا قنوات خاصة بالموظفين نظير علاقات مع زملائهم أو مع المسؤولين وبالتالي لا بد أن نستفيد منها أيضا في مصلحة العمل وهذا ما نقصد به قنوات التواصل الشخصية هي القنوات الموجودة خارج القنوات التنظيمية المعتمدة في المنظمة غالبا ما يتم تطوير قنوات التواصل الشخصية عن طريق بناء الشبكات وما يسمى بالنتورك والتي من شأنها إنشاء وتنمية العلاقات الشخصية التي تتخطى حدود الإدارات والتسلسل الهرمي أو ما يسمى بالتسلسل الوظيفي وأيضا حتى الحدود التنظيمية والسماح للمديرين بمشاركة المعلومات بسرعة وسهولة لو نظرنا إلى السابق حينما يكون لدى المنظمة فروع منتشرة او موظفين كثر لا تستطيع التواصل الا في اوقات عمل معينه وببطء كبير، اما الان من خلال كما ذكرنا قنوات الاخرى العلاقات واي والشبكات المهنيه نستطيع الوصول للعميل في لحظات ونخبره مثلا بالمطلوب او الاوامر او التعليمات او سماع تعليقه عن شيء ما. تتوزع قنوات التواصل الشخصيه ما بين ثلاث انواع، لدينا الشبكات الشخصيه ولدينا التواصل العنقودي ولدينا التواصل الكتابي، اذا هناك ثلاث انواع من التواصل الشخصي، اما يكون شبكه خاصه او شخصيه او تواصل عنقودي او تواصل كتابي. دعونا نبدا في الشبكات الشخصيه، ماذا نقصد بالشبكات الشخصيه؟ هي التي غالبا ما تزدهر عبر مقابله افراد يشبهونك في الاهتمامات والشخصيه كما ويشاركونك معلومات شخصيه ومهنيه. حينما تعمل في منظمه ويكون لديك مثلا مسؤوليه وظيفه في قسم ما، مثلا نفترض انك تعمل في قسم التسويق وعملت في المنظمه وبعد فتره من الزمن نظير اجتماعات، نظير اهتمامات معينه، تعرفت على زميل اخر او في العمل في قسم المبيعات. وبالتالي بعد ذلك اصبح هنالك علاقه شخصيه او اجتماعيه فيما بينكم بالرغم ان لا يوجد تواصل تنظيمي او هنالك تسلسل هرمي في هذا الموظف او المسؤول الاخر. وبالتالي قد تحتاج هذا الموظف في أمر ما ما يتعلق في العمل وتقوم بالاتصال به سواء في أرقام الشخصية أو بطريقة معينة وبالتالي هذا ما يقصد به نظير علاقتك مع هذا الموظف أصبح هنالك اتصال يخدم أعمال المنظمة هذا ما يقصد به وبالتالي مهم جدا كما ذكرنا أن يكون هناك علاقات شخصية في المنظمة ويكون التواصل والاتصال والتنظيم الغير رسمي في مصلحة المنظمة التواصل العنقودي هذا النوع من الاتصال قد يستخدم لنشر إشاعات لا أساس لها ويعد هذا نوع من شبكات التواصل غير رسمية من فرد إلى فرد لا يعتد به رسميا من قبل المنظمة إذا كثيرا في المنظمات قد تصدر شائعة ما يتعلق في تغيير مثلا العمل أو ساعات العمل أو حتى الرواتب وغيرها أو سياسات العمل وبالتالي قد تنتشر من خلال هذا النوع من التواصل التواصل الكتابي كما هو معلوم هنالك يعد طريقه شخصيه لتوصيل الافكار بدلا من استخدام الخيارات الشفويه تقوم بكتابه رسائل خطابات وتقوم بارسالها والتواصل الكتابي له اساليب وانواع عده ينصح خبراء بناء الشبكات باتباع النصائح التاليه عندما ننشئ شبكه ما اذا اردنا ان ننشئ شبكه سواء شخصيه او غيره هنالك نصائح قدمها خبراء بناء الشبكات في المنظمات اولا قم ببناء الشبكة قبل أن تحتاجها ثانيا اجعل الشبكة مفيدة للطرفين ثالثا ركز على التنوع لو نظرنا إلى بناء الشبكة قبل أن نحتاجها يتسم الموظفين أو المدراء الذكياء باستباقهم الأمور لذلك فهم لا فهم فهم لا ينتظرون حدوث أمر ما فهم مستعدون لبناء شبكة من علاقات شخصية إذ بحلول ذلك الوقت سيكون الوقت قد فات بمعنى القائد الفعال أو الموظف الذكي هو من يقوم بإنشاء هذه الشبكات وفي حال أصبح هنالك معوقات للاتصال الرسمي النظامي نلجأ إلى هذه الشبكات بسرعة وبالتالي تكون متوفرة أما إذا لم تكن موجودة فنحن في وقت الأزمة أو وقت المشكلة نبدأ في إنشاء وبالتالي قد يأخذ وقت وقد لا نستطيع لكن الموظف الذكي كما ذكرنا والقائد هو ينشئ شبكة تكون مرادفة للشبكات الرسمية وفي حال احتياجها تكون موجوده وبالتالي نستغلها في انجاز العمل اجعل الشبكه مفيده للطرفين لا يقتصر التواصل الناجح فقط الحصول على معلومه او الحصول على ما تريد بل يتعداه لضمان ان الافراد الاخرين ايضا يحصلون على ما يريدون اذا الشبكه حينما تبنى لابد ان تكون مفيده للطرفين للموظف للمدير الجميع مستفيد للعميل وكذلك المنظمة إذا لا يكون فقط مثلا المنظمة هي المستفيدة أو المدير هو المستفيد لا أن يكون هنالك استفادة من الطرفين لتشارك المعلومات وهذا ما يسمى باتصال ذو اتجاهي ركز على التنوع بمعنى كلما كانت قاعدة المعارف الخاصة بك أوسع زاد نطاق تأثيرك لذلك قم ببناء أكبر عدد ممكن من علاقات مع أفراد مجالات مختلفة داخل وخارج المنظمه اذا كان الموظف لديه علاقات مع جميع الاقسام في المبيعات التسويق هو يعمل مثلا في الاداره الماليه وغيره بالتاكيد سيكون هذه الشبكه مفيده له في التواصل اما اذا حصر معارفه في نطاق معين بالتاكيد سيضعف قوته في التاثير وكلما زادت شبكه الموظف والعلاقات كلما زادت قدرته على الاتصال وحتى مع العملاء الاخرين او المنافسين او المنظمات الاخرى كذلك نقصد ببناء الشبكات هي عملية التفاعل مع الآخرين لتبادل المعلومات وتعزيز التواصل المهني أو الاجتماعي، إذًا الشبكة تبنى لكي نتبادل المعلومة سواء ما يتعلق في العمل أو حتى الأمور الخاصة والاجتماعية بين الموظفين. الشبكة الشخصية هي اكتساب وتنمية العلاقات الشخصية التي تتخطى حدود الإدارات والتسلسل التنظيمي، نجد مثلًا مدير في التسويق مثلًا لديه علاقة مع موظف في المبيعات، إذًا لا يوجد تسلسل هرمي وإنما هو نتيجة للعلاقات الشخصيه. التواصل العنقودي هي طريقه لانتقال الشائعات والنميمه قد يكون في مكان العمل كما يشكل قوه مهنيه عندما لا تعمل القوات الرسميه بشكل فعال. قد يستخدم هذا النوع من التواصل في مصلحه المنظمه وقد يتعارض وبالتالي قد يسبب مشاكل ولكن كما ذكرنا هو ليس برسمي وانما قد يكون يتم استغلاله في مصلحه العمل بشكل ايضا غير رسمي او يستخدم في امور قد تسبب في خساره المنظمه وقد يكون هنالك بسبب تسبب ايضا سوء في العلاقات ما بين الموظفين وغيره هذا نوع من التواصل وشبكه التواصل نجد مثلا لو نظرنا مثلا الى فاطمه وهي في المنتصف نجد لديها العديد من قنوات الاتصال مع جميع الاقسام في التسويق في المبيعات في الهندسه في وهي تعمل في التصنيع نجد البعض لا يقوم بالإرسال فقط هو يستقبل والبعض لديه اتصال أو اتجاه أو اتصال في اتجاهين نجد مثلا حسن ليس له اتصالات فقط هو يتلقى تعليمات أو أوامر من شخص واحد وبالتالي الموظفين يختلفون في تكوين العلاقات وكذلك في التواصل ما بين زملائهم والمسؤولين الآخرين لذلك هذا النوع من الشبكات قد يكون مفيد إذا تم ضبطه بالشكل الصحيح داخل المنظمة في نهاية هذا الدرس دعونا نستذكر ما تطرقنا له ذكرنا وسائل التواصل الاجتماعي مفيدة وتستخدم وتسمى المنظمات وتستخدمها المنظمات لعدة أهداف منها التواصل مع العملاء، السماع لآرائهم، حل مشاكلهم الموظفين يتفاعلون، يتبادلون معلومات، يقومون بإنشاء أفكار، تبادل أفكار، وحل مشكلات العملاء فيما بينهم ذكرنا هنالك أنواع منها الشبكات الشخصية وهي تنشا نظير ان الشخص يقوم بانشائها التواصل العنقودي ذكرنا قد يكون تواصل من فرد لفرد وبطريقه غير رسميه وقد يكون فرصه من خلال هذا النوع يتم نشر الشائعات التواصل الكتابي وهو اعداد مذكرات تقارير او خطابات ما بين الموظفين وينصح الخبراء ذكرنا بعده نصائح منها اولا قم ببناء الشبكه حتى لو لم تحتاج الان في حال الاحتياج لا تكون جاهزه ولا تبنى من جديد ذكرنا اجعل الشبكة مفيدة للطرفين واجعلها اتصال ثنائي الاتجاه ولا تكون فقط تحصل معلومة والطرف الاخر لن تكون مفيدة له وبالتالي لن تحصل على فائدة من هذه الشبكة، دائما اجعل الشبكة في اتجاهين، واخيرا ذكرنا ركز على التنوع واجعل علاقاتك متنوعة ما بين اقسام والادارات لكي تستفيد من عملية التواصل ما بين الموظفين. الى هنا اعزائنا الطلاب نكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم، شكرا لكم لحسن المتابعة السلام عليكم ورحمه الله وبركاته